أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكاية والقصص. قصتنا اليوم بعنوان الشقيقتان، وهي قصة معبرة من القصص الشعبية الخيالية. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات واستمع. عاش في قديم الزمان أرمل عجوز مع ابنته الجميلة، وذات يوم قرر الأب الزواج من أرملة لها أيضا ابنة. وكانت ابنة الأرملة دميمة كسولة عنيدة وحقودة بعكس ابنة العجوز، ولأن الأرملة فضلت ابنتها الوحيدة على الجميع ورغبت في تدليلها، فقد أمرت ابنة زوجها بأداء جميع الأعمال المنزلية. ولم تجد ابنة العجوز وهي جميلة ومطيعة ونشيطة بدا من إطاعة زوجة أبيها، وقد حباها الله بصفات حميدة أكسبتها محبة الناس وجعلتها محط أنظارهم، مما زاد من حقد زوجة أبيها وابنتها. ولحسن حظ تلك الفتاة فقد حظيت بقدرة كبيرة على التحمل والصبر، خاصة بعد أن أوكلت لها جميع المهمات الشاقة. فقد أجبرتها ابنة الأرملة على قطع الحطب، وأن تجر أكياس الحبوب الثقيلة إلى المطحنة، وأن تحمل الماء من البئر إلى البيت، فلم تكن تنال طوال اليوم قسطا من الراحة، بل انشغلت دوما في صعود السلالم وهبوطها. ورغم ذلك لم تنل رضا الأرملة ولا الابن أيضا، فظلتا تتصيدان لها الأخطاء. وفي المساء عند توجه الفتاتين إلى القرية لغزل الخيوط، دأبت ابنة العجوز على العمل، ولم تكن تسمح لأي شخص بأن يشغلها عن عملها. وفي معظم الأوقات نجحت في إنتاج عدة بكرات من الخيوط القطنية والصوفية، في حين لم تفلح ابنة المرأة قط في أن تنتج أكثر من بكرة واحدة. وذات ليلة وعند عودتهما من القرية، قفزت ابنة الزوجة فوق سياج الحديقة وطلبت من ابنة الرجل بأن تسلمها بكرات الخيوط كي تقفز بسهولة فوق السياج، ثم جرت إلى البيت وقالت لأمها وزوجها أنها غزلت بمفردها تلك الخيوط. ورغم تأكيد الفتاة المسكينة أنها هي التي تعبت وعملت طوال المساء بكد وجهد، فلم يصدقها أحد. وفي يوم العطلة من كل أسبوع كانت ابنة زوجة الأب تتزين وتتعطر وتسرح شعرها وتحرص على حضور جميع حفلات القرية، في حين حرمت ابنة الرجل من جميع التسالي. ودأبت المرأة الشريرة فور عودة زوجها إلى البيت في المساء على انتقاد ابنته والادعاء بأنها مشاكسة وسيئة المزاج وكسولة أيضا. وكثيرا ما طلبت منه أن يبعدها عن المنزل وأن يرسلها إلى أي مكان آخر كي لا تفسد طباع ابنتها العاقلة الرزينة. ولأن العجوز كان مغفلا فقد صدق كل المزاعم التي تقولها زوجته وأطاع رغباتها، ولو أنه استمع لصوت العقل والمنطق لكان الأولى به أن يتحقق من كل شيء. ذات يوم استشاط هذا العجوز غضبا بعد سماعه هذه الادعاءات من زوجته وابنتها، ونادى على ابنته وقال: يا ابنتي العزيزة، تقول زوجتي إنك مشاكسة وسليطة اللسان وشريرة، فلم يعد بقاؤك بيننا ممكنا، اذهبي إلى أي مكان في هذه الدنيا الواسعة، وعندها سيهدأ بيتنا ويخلو من الشجار.
لكن أنصحك كأب محب بأن تكوني مطيعة ومتواضعة ونشيطة في عملك، لأنني تجاوزت طويلا أخطاءك هنا لأنني والدك، أما الغرباء فلا يرحمون، والله يعلم من ستلتقين. وعندما أيقنت الفتاة المسكينة أن زوجة أبيها وابنتها مصممتان على طردها، قبلت يد أبيها وقد اغرورقت عيناها بالدموع، وخرجت هائمة على وجهها لا أمل لها في العودة إلى بيتها، وسارت على طريق طويل حتى رأت كلبا هزيلا في الطريق. عندما رآها قال الكلب: أيتها الحسناء الرائعة، أشفقي على حالي واهتمي بي، وسوف أرد لك المعروف في أي وقت كان. أشفقت الفتاة على الحيوان المسكين وحملته بين ذراعيها ونظفته وأطعمته، ثم تركته ومضت في طريقها سعيدة بقيامها بعمل خير. ولم تقطع مسافة طويلة حتى وجدت أمامها شجرة غنية بالأزهار، لكن الحشرات أحاطت بها. وعندما رأت الشجرة الفتاة الطيبة قالت لها: أيتها الفتاة الجميلة، اهتمي بي وخلصيني من هذه الحشرات، وسأكافئك في يوم ما. سارعت الفتاة كعادتها في خدمة الناس والعمل على إسعادهم إلى العمل على تخليص هذه الشجرة من أغصانها اليابسة وإبعاد الحشرات عنها، ثم مضت في طريقها للبحث عن مأوى وعمل ما. على الطريق وجدت نبعا قديما مهجورا ومهملا، قال لها: اهتمي بي أيتها الفتاة الطيبة البارعة، وفي يوم ما ستصلك مكافأتي. وهكذا عملت الفتاة على تنظيف النبع وإعادته إلى ما كان عليه، وفي طريقها اقتربت من فرن مهدم لم يعد صالحا لأي شيء. ما إن رآها الفرن حتى قال: أرجو منك تنظيفي وإعادة بناء أحجاري، وسأرد لك معروفك في يوم قريب. أدركت الفتاة أن العمل والنشاط لا يضران أحدا، لذا شمرت عن ساعديها وسدت بالطين الثقوب في جدار الفرن، ثم طلت جدرانه بالزيت ونظفتها حتى عاد الفرن إلى سابق حاله. وبعد أن أنهت عملها غسلت يديها وتابعت طريقها. مشت أياما وليال حتى ضلت طريقها، لكنها لم تفقد ثقتها في الله، وتابعت السير. وبعد عبورها غابة كثيفة وصلت ذات صباح باكر إلى سهل واسع. هناك وجدت بيتا تظلله كرمة عنب، وعند اقترابها منه خرجت عجوز للترحيب بها وإكرامها، وقالت لها: من أنت يا صغيرتي، وما الذي تبحثين عنه؟ أتسألين من أكون أيتها السيدة الطيبة؟ أنا فتاة فقيرة يتيمة الأم، ويمكنني القول إني يتيمة الأب أيضا، لأن الله وحده يعلم ما عنيته منذ وفاة أمي. أبحث عن عمل يكفيني ذل السؤال والتشرد، ولأني لا أعرف أحدا وتنقلت من مكان إلى آخر فقد ضللت طريقي، وقد هداني الله إلى بيتك، أتوسل إليك كي تأويني. أجابت العجوز: إن الله قادك إلي وقد أنقذ حياتك، اخدميني اليوم وأعدك بألا تخرجي من بيتي خالية الوفاض. حسنا، لكن لا أدري ما المطلوب مني أن أعمله. يجب عليك أن تغسلي أطفالي وإطعامهم عند استيقاظهم، ثم إعداد الطعام الغداء لي، وعند عودتي أريد ألا يكون طعامي حارا أو باردا، بل في درجة حرارة مقبولة. بعد إنهاء حديثها انطلقت العجوز إلى عملها، وشمرت الفتاة عن ساعديها وباشرت العمل،
فجهزت ماء الاستحمام ثم خرجت من البيت ونادت: هيا يا أطفال تعالوا كي تستحموا. ترى ماذا رأت أمامها؟ امتلأ فناء البيت بمجموعة من التنانين والكثير من الوحوش البرية من شتى الأحجام والأشكال، لكن إيمانها الشديد بالله لم يدع للخوف مكانا في قلب الفتاة، فسارعت إلى تنظيف الحيوانات واحدا بعد الآخر، ثم بدأت في إعداد الطعام. وعند عودة العجوز ورأت أن أطفالها في هيئة جميلة ونظيفة وكل شيء مرتب وموضوع في مكانه، سرت كثيرا. وبعد جلوسها إلى المائدة طلبت من الفتاة الصعود إلى العلية وأن تختار أي صندوق تشاء كأجر لها كي تعود به إلى بيتها، لكن العجوز اشترطت على الفتاة ألا تفتح هذا الصندوق إلا بعد وصولها إلى بيت أبيها. صعدت الفتاة إلى العلية فوجدت هناك عددا من الصناديق، بعضها قديم وصدئ وبعضها الآخر جميل لامع، ولكن نظرا لأنها فتاة قنوعة طيبة القلب فقد اختارت أقدم تلك الصناديق وأسوأها شكلا. وعند هبوطها من العلية وهي تحمل الصندوق، قطبت هذه العجوز حاجبيها قليلا، لكنها لم تستطع فعل أي شيء، وباركت لها في أجرها وتمنت لها التوفيق والسعادة. وحملت الفتاة الصندوق على ظهرها وعادت بفرح غامر إلى بيت أبيها. في طريق العودة دهشت الفتاة عند رؤيتها الفرن مليئا بقطع من الكعك والزبيب، فأكلت حتى شبعت، ثم حملت معها مؤونة الرحلة. وسرعان ما وصلت إلى النبع الذي نظفته فوجدته مليئا بماء نقي بارد كالثلج، وإلى جانبه كوبين من الفضة الخالصة. شربت من هذا النبع حتى ارتوت واستعادت نشاطها، وتابعت طريقها. لكن ماذا رأت يا ترى؟ وجدت هذه الشجرة التي خلصتها من الحشرات وقد امتلأت بثمار صفراء كلون الشمس وناضجة وحلوة كالعسل. وعندما رأت الشجرة الفتاة أحنت أغصانها إليها فتناولت عددا من هذه الثمار وحملت المزيد منها لتأكلها على الطريق. وتابعت طريقها حتى التقت الكلب الصغير الذي تعافى وأصبح في حالة جيدة، وحمل حول عنقه طوقا من العملات الذهبية قدمه إلى الفتاة الطيبة مكافأة لها على رعايتها له. ثم واصلت الفتاة رحلتها حتى وصلت إلى بيت أبيها الذي ما إن رآها حتى اغرورقت عيناه بالدموع وخفق قلبه من شدة الفرح. أخرجت الفتاة عقد العمولات الذهبية وكوبي الفضة وقدمتها إلى أبيها. وعندما فتحت الصندوق بمساعدة أبيها خرجت أعداد لا تحصى من الجياد وقطعان الماشية والدواجن. ومن شدة فرحه برؤية هذا الكنز الذي هبط عليه فجأة من السماء، استعاد العجوز شبابه وحيويته، فذهلت هذه الزوجة ولم تدري حقيقة ما جرى، إلا أن ابنتها استجمعت شجاعتها وقالت: لا بأس يا أمي، لم يفرغ العالم بعد من الخيرات والأموال، سوف أخرج بحثا عن الكنوز وأحضر أفضل مما جلبته هذه الفتاة الماكرة. انطلقت ابنة زوجة الأب وصارت على الطريق الذي صارت به ابنة هذا العجوز، فالتقت بالكلب المريض ومرت بالشجرة المغطاة بالحشرات وبالنبع الجاف المهجور وبالفرن المهدم. لكن عندما طلب الكلب والشجرة والنبع والفرن مساعدتها أجابتهم بوقاحة واستهزاء:
هل تظنون أني سألوث يدي الناعمتين بكم؟ وهل سبق أن اهتم بكم أمثالي من الناس؟ بعد ذلك تجاهلها الجميع، لأنهم عرفوا أنه من الصعب أن يقوموا فتاة وقحة كسولة أفسدها الدلال. وإذ مضت في طريقها وصلت أخيرا إلى بيت العجوز، وقد تصرفت أيضا بحماقة وطيش، فعوضا عن إعداد الطعام وطهيه على مهل وحذر وتنظيف صغار العجوز كما فعلت أختها الطيبة، استخدمت ماء مغليا حتى بكى الصغار من شدة الألم وفروا بعيدا، كما أنها أحرقت الطعام حتى تحول إلى فحم فلم يقبل عليه أحد. وعند عودة هذه العجوز غطت بيديها عينيها وأذنيها كي لا ترى ولا تسمع بما جرى في غيابها. لم تستطع هذه العجوز تحمل هذه الفتاة وإهمالها، فطلبت منها الصعود إلى العلية وأن تختار أي صندوق يطيب لها كي تعود إلى بيتها. صعدت الفتاة واختارت أجمل وأحدث صندوق، لأنها لطالما أرادت الحصول على أفضل الأشياء وأجملها دون أن تبذل في مقابل ذلك أي جهد. وعند نزولها من العلية لم تودع العجوز ولم تطلب دعائها ولا بركاتها، بل انطلقت بسرعة وغادرت المكان، وقد أوشكت على السقوط أكثر من مرة بسبب خوفها من احتمال رجوع العجوز عن قرارها واللحاق بها لاسترداد هذا الصندوق. وعند وصولها إلى الفرن وجدت قطعا من الكعك المحلى، لكن عند اقترابها من هذه الحلوى كي تسد جوعها أحرقتها نار الفرن وفشلت في لمس أي قطعة. ومن جديد وضع كوبان من الفضة بجانب النبع الذي امتلأ بالماء، لكن عند لمس الفتاة الشريرة أحد الكوبين اختفى فجأة وجف النبع وكادت أن تموت من العطش. وعند وصولها إلى الشجرة المزهرة وجدتها محملة بالثمار، ولكن هل تظنون أن المسافرة تمكنت من تذوق أي ثمرة؟ فقد طالت هذه الشجرة ورفعت أغصانها إلى السماء، وهكذا عضت الفتاة الشريرة على أسنانها ولم تحصل على شيء. ثم تابعت طريقها والتقت الكلب الذي حمل طوقا من العملات الذهبية، لكن عندما حاولت أخذ الطوق عضها الكلب ومزق أصابعها ولم يسمح لها بلمسه، وشعرت الفتاة بغضب شديد. في نهاية الأمر وصلت إلى بيت أمها بعد مشقة بالغة، لكن حتى في ذلك المكان لم تجد الأمان ولا المال، إذ ما إن فتحت أمها الصندوق حتى خرجت منه مجموعة من الوحوش سارعت لابتلاعها مع ابنتها، وعلى الفور اختفت تلك الوحوش الضارية. حينئذ استطاع هذا الرجل العجوز العيش في سلام وهدوء مع ابنته، وأصبحت لديه ثروة لا تعد ولا تحصى، وتزوجت هذه الابنة من رجل ثري قدير من القرية، وعاش الرجل العجوز مع ابنته وزوجها، وقد نال الاحترام والمحبة منهما، حتى أصبح البيت مليئا بالأطفال يلعبون ويمرحون مع جدهم العجوز. وأما الفتاة فقد عاشت حياة سعيدة هانئة مع زوجها الطيب الذي كان يشكر الله ليل نهار على نعمة الزواج من فتاة صالحة وطيبة. انتهت الحكاية.